إذا ركن جديد السوشيال ميديا، نشوفوا مختلف ما نشره لاعبونا المحترفون وكذلك المحليون. نشوفوا بداية برياض محرز، هذه هي الصورة على حسابه الرسمي في انستغرام. كذلك سفيان انها كان سيتي، اليوم رياض محرز انهزم بهدفين مقابل هدف، يعني توسع الفارق عن ليفربول الى 7 نقاط، يعني حتكون صعيبة على السيتي. صعيبة دوكا، ماشي غير الفارق على ليفربول، يعني ما ولاوش في مركز ثاني، زاد توتنهام ثاني فازوا، يعني نتمنى كل التوفيق لنجمنا رياض محرز. سوف سفيان فاولي كان سجل هذا الاسبوع هدف في مع فريقه جالاتا سراي، كان شرها التغريده الحمد لله، وأضل كذلك مع جالاتا سراي. ياسين ابراهيم ينشر صوره مع الابن تاعه من العطله الصيفيه الفارطه، نشرها على انستغرام، ربي يحفظ له الابن تاعه. بغداد بونجاه نشر صوره رفقه يوسف بليلي في تربص الدوحه من تدريبات الخضر. عز الدين دوخه نشر صوره بعد فوز فريقه الرائد السعودي بديربي القصيم. ايضا عطال بعد عودته الى ارض الوطن نشر صوره رفقه الوالد تاعو، هذه اجمل صوره عجبتني هذا الاسبوع ناتاش، رفقه الوالد تاعو وكتب عليه لو باترون، يعني شوف عرفان بالجامع، حنا الاب ما يتعوضش، والوالد تاعو قادر تعب كثير، مالغري تكبر توجور تكون صغير قدام والدك. اكيد نحيي عائله عطال. جمال بن عمرو اللي نشر صوره في تدريبات فريقه الشباب السعودي، جمال ولا سعودي خلاص مع المشطة هذه ماشي تأقلم. أيضا محمد بنيطو أيضا نشر صورة في وهران، هذه لما أعتقد رفقة عبد الغني دمو أو متواجد في وهران، نحييو محمد بنيطو. أيضا بالعملي نشر صورة تذكر بها الفقيد ألبر إيبوسي، هذه في 2014. أيضا كان هذا الأسبوع عيد ميلاد جمال بالعملي، هنؤه زملائه في المنتخب الوطني يوسف عطال بعد رامي بن سبعيني اللي نشر ايضا تهنئه ل بالعملي. ايوب عبد الله اللي راه في عطله في العاصمه، هذه في اعالي الاوراسي العاصمه شابه ايضا، شوفوا الصور من طبيعه خلابه. هذه الصوره كان بودي نتحدث مع عبد اللاوي نقول له تلقات كريم، هذا فريق ارسي بيكا، لا ادري ربما القصبه او بير خادم، لا ادري بعد قليل بعد هاي يعطينا عبد اللاوي اسم الفريق، ربما بير خادم. عبدو مزيان عبد الرحمن مزيان نشر صورة في تدريبات المنتخب الوطني. أيضا الياس شتي الوفد الجديد للمنتخب المحلي رفقة نعيجي وصالحي، نشر هذه التغريدة على انستغرام. زكريا نعيجي وكذلك عبد القادر صالحي بن غيت، هؤلاء اللاعبين اللي نشروا هذه الصور للمنتخب المحلي. والآن نصل إلى بعد بن غيت إلى الأنيق، أنيق في اللاعبين ناتاش رياض كنيش لي تعافى من الاصابه تاعو، كان له هذا الاسبوع هذه ظهر بهذه الصوره، قلت له البارح هكذا يضربك بعيد اوفيسيال، هذه كان حفل زفاف احد اقاربه كنيش لي يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا طيب مزيان ينشر فيديو تدريبات مع فريق الترجي التونسي. رفيق صيفي تنقل الى مقر انشاء ونشاه مولوديه الجزائر رياحه العميد، صيفي لي يعني يبقى من ابناء المولوديه. ايضا حسين العرفي نشر هذه الصوره رفقه يحيى شريف قاسمي، نشوفوا الماحي ايضا احد ماحي اصدقاء البرنامج، وسونغو هذاك تاعنا نورمالمون، سونغو عرفتهم هذاك سونغو تاعنا خصيت فيها انت رأوف. ماحي نحييهم بالمناسبه، هذه نشرها حسين العرفي. ايضا كان زكريا بن شريفه هن مروان دهار بعيد ميلاده. ايضا احمد قعقع هذه في اوغندا على ما اعتقد عايشي، سعيد بهذا التاهل. هريات محمد رفقه عدادي تونا نجمي نادي اولمبيك المديه. وليد بن شريفه نشر هذه الصوره بعد التاهل، الحمد لله تاهل تاريخي لدور المجموعات. ميصال مرباح ايضا سعيد بتاهل شبيبه الثوره، أما نشطوا على المواقع رؤوف لاعب متألق ميصال مرباح أيضا. ولدينا أستاذ أحمد عواج أيضا نشر صورة من غرف تغيير ملابس تم في الصورة على ما أعتقد رؤوف بعد التأهل، برافو بور لا كاليفيكاسيون. أيضا كنيش هذه من انستغرام حمزة بركاوي بعد حضور حصة 100% فود رفقة التقنية رؤوف شويعل وعلي بن شيخ لمحلل قناة الهداف حمزة بركاوي ثاني نسيته، هذاك على حنا الانستغرام تاع بركاوي، هذاك هذا انستغرام لمنى العايشي، هذا الانستغرام ايضا توغلنا لك شويه عايشي بعض الصور، هذه بعد التاهل لمنى العايشي اللي هو حاضر معنا اليوم في اوغندا. وايضا عايشي هذه صوره شباب الوزداد،
هاكو تاكلوا مليح هنا. الله غير السيفينير. صح زناسني غير من كاين الماكله تصاور ماركيت. هو يموتوا الحوت وهاد الريستو هادو. هذه افتتاحات الحراش. فقيه مداني وبعض اللاعبين. والان نروحوا نشوفوا تورنا ايضا هذه ناتج بعد ازدياد في راشك بشهرزاد. شيراز. كوت ديفوار. وهذه على الفيسبوك. ما نبوبليش بزاف ماشي كيما. وهذا عالي. انا توغلنا وشنو عطيتش ما عرفناش بلا الحياه هنايا عشان عندها طروازه. اذا هذه ايضا عندها 3 سنوات هذه في عاصمه الضباب لندن. وي افا عالي ومحظوظ يعني عالي. دار بارتو. دار بارتو ولد لافير. لافير نحيو عالي لو حاضر معنا في البرنامج. رؤوف انت مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. مع مواقع التواصل الاجتماعي كثير ولا من داك طون زون طون؟ ماشي بون ندخل نشوف لي زات اسمه لاكتياليتي واش صاري سينو ما بلي جانا بدا الحال اللي جوا الاجتماعي.